بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، لنلتقي بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. بكم أستاذ أحمد. سيدي الكريم، نرى أن الإسلام اتخذ من الأسوة الحسنة بابا من الأبواب للرقي بالمجتمعات إلى الكمال الإنساني الذي يوصل إلى الكمال الخلقي، فوجهنا القرآن أول ما وجهنا إلى أن نجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بشر مثلنا لكنه يوحى إليه، أن نجعل منه قدوة حسنة لنا، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما هي الأسوة بشكل مجرد، وكيف تكون حسنة؟ حبذا لو نسمع منكم هذا التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، لا بد من التنويه إلى أن من خصائص النفس البشرية التقليد والمحاكاة، من خصائص النفس البشرية، وهذا لصالحها. إن الإنسان قد لا يفكر أو قد لا يستوعب، لكن إذا رأى إنسان على وضع يعجبه يحب أن يقلده، ففي أصل تركيب الإنسان رغبة في التقليد والمحاكاة، فلذلك جعل الله هذه الخصيصة لصالح الإنسان من أجل أن يستفيد من تفوق الآخرين، فإذا قلدهم كان له بهذا التقليد تقدم عند الله عز وجل. لكن قال علماء النفس: في حياة كل منا شخصية نكونها، يعني نحن، وشخصية نتمنى أن نكونها غيرنا، وشخصية نكره أن نكونها. في حياة كل منا شخصيات ثلاث: واحدة نكونها، وواحدة نتمنى أن نكونها، وواحدة نكره أن نكونها. النقطة الدقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه الله أن يبلغ الناس، ولكن الحقيقة أن قدوته أبلغ من تبليغه، لأن الناس يتعلمون بعيونهم أكثر من آذانهم. فكان عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. من هنا هناك قاعدة في التربية وفي الدعوة إلى الله: القدوة قبل الدعوة. يعني الإنسان يمكن أن ينتفع من كل العلماء في أمور الدنيا، طبيب، مهندس، محامي، ولا يعني الإنسان سلوك هذا العالم، يعنيه علمه فقط. يأخذ منه علماً مجرداً. إلا أن رجل الدين وحده لا يمكن أن تنتفع به إلا إذا كان قدوة حسنة لحكمة بالغة، لأنه كما تفضلت لو أنه صادق فيما يقول ينبغي أن يطبقه، فإن كان عاجزاً نقول له: أنت لست مؤهلاً أن تنصح الناس. إما أن كلامك غير واقعي إذاً سقطت الدعوة، وإما أنك عاجز، أنت لست مؤهلاً أن توجه الناس. إذن القدوة قبل الدعوة. سيدنا عمر بن الخطاب قالوا عنه: كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة بمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة.
بدل أن تكون ميزة، قدوة حسنة. نعم. بدل أن تكون ميزة. نعم. هكذا. نعم. يفهم الناس. ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة بمكانه مني. بات للأمر ضريبة. نعم. سيدنا عمر رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله. فغضب وقال ائتوني به. فلما جاء ابنه عبد الله ورأى أباه غاضبا قال له لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن. فماذا فعل؟ أين المخالفة؟ أين المعصية؟ فقال سيدنا عمر ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. خاف أن تكون لها خاصية. قال له بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. سبحان الله. لذلك القدوة أساس. الآن في ملمح دقيق جدا، وهو حينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يكون النبي أسوة حسنة إن لم نعرف سيرته؟ نعم. في عندنا قاعدة أصولية أستاذ أحمد، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. مثلا الصلاة فرض، لكن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء. نعم. إذن الوضوء فرض. طيب ماذا نستنبط؟ إذا كان الله عز وجل يبين لنا أن النبي هو قدوتنا. نعم. في أفعاله وفي إقراره وفي أقواله، كيف يكون النبي أسوة حسنة لنا إن لم نعرف سيرته؟ نعم. إذن لا تتم أسوة النبي إلا بمعرفة سيرته. إذن كما أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، هذا الأمر يقتضي وجوبه أن نعرف سنة رسول الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه أسوة لما رأوه. نعم. في حاله. نعم. أما نحن فنقل إلينا الخبر الصحيح. فلذلك لا بد من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن أن نعرف مواقفه، حياته. نعم. في بيته مع أصحابه، في حله، في ترحاله، في سلمه، في حربه، حتى نطبق قوله تعالى. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. في ملمح آخر، قال بعض العلماء إن فعل النبي أبلغ في التعبير عن فهمه لكتاب الله من قوله. سبحان الله. لأن القول يحتمل التأويل. نعم. بينما الفعل حدي. تمام. الفعل حدي، يعني واحد لو قال لك أنا أصلي بغير وضوء لها تأويل. نعم. لو قال لك أنا أفر من رحمة الله، إيه الله عز وجل جعل مطر رحمة الله. نعم. قال لك أنا أحب الفتنة، يعني يحب أولاده. نعم. إنما أولادكم فتنة. إذن القول يؤول، قابلة لي. أما الفعل حدي. نعم. لذلك العلماء قالوا إن فعل النبي أبلغ في التعبير. نعم. عن فهمه لكتاب الله من أقواله. نعم. إذن سيرة النبي منهج كامل، كيف أن الله عز وجل جعل كما قال النبي كتاباً وسنة، كيف أن الكون قرآن صامت، كيف أن القرآن كون ناطق، كيف أن النبي قرآن يمشي، سيرة النبي كتاب وسنة. وأنا أؤكد لو لم يكن بين أيدينا إلا سيرة النبي لكفت، لأنه أقواله، أفعاله، إقراره، منهج لكتاب الله، شرح لكتاب الله. نعم. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. ولكن هذا الإنسان الذي يحتل مركز قيادي، أقل مركز قيادي الأب. نعم. في البيت، رب الأسرة، المعلم في الصف، المدير في المدرسة، أي مركز قيادي الله عز وجل أغراه أو أغرى صاحب المركز أنك إذا كنت قدوة لك أجران، أجرك
وأجر من قلدك. هذه ميزة لصاحب الأسوة. لصاحب الأسوة. نعم. وبالمقابل الغرم بالغنم، وأي إنسان يحتل مركز قيادي لو أنه دخن وتبعه طالب فدخن يقع عليه وزره. اسمه واسم الطالب الذي قلده. نعم. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بالمناسبة أستاذ أحمد، الإبلاغ والتقرير والكلام وإلقاء التوجيهات تسقط أمام الفعل المخالف للقول. نعم. يعني لو فرضنا بأبسط التعريفات، لو طرق الباب ففتح الابن الباب قال يا أبتي فلان بالباب، قال له قل له لست موجوداً. نعم. لو ألقى الأب على ابنه آلاف المحاضرات في الصدق، هذه المحاضرات سقطت أمام الواقع العملي لأنه كذب. نعم. لذلك الشيء الخطير أن الصغار في السنوات الأولى وحتى السبع سنوات يأخذون كل شيء عن الكبار. نعم. فإذا كذبت الأم أو كذب الأب أو وعد فأخلف أو وجه ابنه توجيهاً خالفه في مكان آخر يكون تخلقهم بهذه الأخلاق أسرع ما يكون. لو أن الأب والأم، لو أن المعلم، لو أن الموجه، لو أن الشيخ لم يقل كلمة واحدة وكان كاملاً، كان كماله أبلغ. نعم. من أقواله. نعم. لذلك أنا أدعو الآن إلى شيء اسمه الدعوة الصامتة. كن أميناً. نعم. الأمانة دعوة. كن صادقاً، صدق دعوة. كن وفياً، الوفاء دعوة. المؤمن لأنه مستقيم ولأنه يطبق منهج الله هو داعية. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل في حديثه هو أسوة رسول الله؟ لكن هل في حديثه أيضاً ما يحضنا فيه على أن نقتسي ونقتدي؟ يقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئاً. الموضوع حساس ودقيق. الدين توقيفي لا يضاف عليه ولا يحدث منه لأنه من عند الله، وأية إضافة عليه اتهام له بالنقص، وأي حذف منه اتهام له بالزيادة. ولكن هذا الحديث يعني من سن سنة حسنة في غير العقائد والعبادات، في غير الأصول، في أمور الدنيا. نعم. يعني دفأنا المسجد. نعم. كبرنا الصوت، صنعنا خدمات للمصلين، نشأنا جمعية خيرية، يعني هناك مليارات الأعمال الصالحة إذا فعلناها تكون سنة حسنة في غير العقيدة والعبادات. نعم. لأن العقائد والعبادات الأصل فيها الحظر. نعم. ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي في دلالته وفي ثبوته. نعم. أما الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. نعم. إذن هذا الحديث الذي يفهم منه أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني صندوق تعاوني. هذا الصندوق في وزارة، عمم على كل الوزارات. نعم. حل مشكلة الموظفين. إذن هذا الذي فكر بإنشاء هذا الصندوق له أجره وأجر من قلده في كل الوزارات. سبحان الله. هذا شيء لطيف جداً. نعم. إلا أنه بأمور العقائد والعبادات لا يزاد عليها. نعم. ولا يحذف منها، بل إن تعريف التجديد الحقيقي أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. نعم. نريد أن نستمع منك إلى مثال تطبيقي عملي يبين لنا كيف تكون الأسوة في حياتنا. ملك جبلة، ملك. نعم. أسلم في عهد عمر ورحب به أيما ترحيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. لما أسلم سيدنا حمزة توقفت قريش عن إيذاء المسلمين. نعم. لما أسلم سيدنا عمر المسلمون صلوا في بيت الله الحرام، إلا أن
هذا الملك ملك الغساسنة. سيدنا عمر رحب به وطلب لإسلامه وأكرمه. في أثناء طوافه حول البيت بدوي من قبيلة فزارة دون أن يشعر وعن غير قصد داس طرف رداء هذا الملك، فانخلع رداءه عن كتفه، فالتفت نحوه وضربه ضربة هشمت أنفه. أمام هذا البدوي سيدنا عمر توجه إليه شاكياً. سيدنا عمر قدوة في العدل، استدعى جبله، وقف أمام البدوي، شاعر معاصر صاغ الحوار شعراً. قال عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. يتباهى. قال عمر: أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفه وتنال ما فعلته كفه. فقال جبلة: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى؟ أي خر النجم أرضى؟ فقال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: عالم نبنيه كل صبع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. يا سلام. هذا هو العدل. لذلك أستاذ أحمد، البشرية مرت بمراحل ثلاث. عصر المبادئ، المبادئ أولاً. عصر الأشخاص، عصر الأشياء. نحن في عصر الأشياء، استهلاكي. يستمد المرء قيمته من مركبته، بل من رقم في مؤخرتها. قيمة الإنسان متاعه فقط. لذلك البيت الذي دخل صاحبه السجن، والذي يعد أهجى بيت قالته العرب، هو شعار كل إنسان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. نعم. وهل هناك من أقوال مأثورة نقلت عن بعض العارفين أو العلماء الربانيين تحضنا على الأسوة الحسنة؟ العمل الشيخ مثلاً، نعم، استقامته أبلغ من محاضراته. نعم. المعلم سلوكه أبلغ من أقواله. الأب انضباطه أبلغ من توجيهاته. نعم. فالقدوة قبل الدعوة. جميل. والإحسان قبل البيان. كلمات جميلة. مبدأان كبيران في الدعوة إلى الله. كن قدوة، يعني احذر أيها المعلم، احذر أيها الأب، احذر أيها الموجه، احذر أيها الداعية، أن يراك الذي تدعوه على حالة بخلاف ما تدعوه، عندئذ تسقط الدعوة. نعم. لذلك ينصرف الناس، مع أنها صحيحة وحقيقية، ينصرف الناس عن الدعوة حينما يرون المدعو، حينما يرى الداعية ليس في مستوى دعوته. نعم. هذا الأمر دعانا إلى أن نستمع إلى مقولة رائعة قالها بعض العلماء. قال: من دعي إلى الله بمضمون هزيل غير متماسك سطحي، أو دعي بمضمون مقبول لكن المدعو لم يجد المصداقية في الداعية، هذا المدعو بهذه الطريقة الهزيلة والأسلوب غير العلمي والتربوي، واكتشافي أن الداعية ليس في مستوى هذه الدعوة، قال: هذا المدعو بهذا المضمون وبهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من المنهج على من دعاه بهذه الطريقة. سبحان الله، لأن الكلام لا يغني عن الحال. نعم. الأسوة الحسنة أمر طيب جميل، لكن لا بد أن له فوائد مرجوة، فما فوائده على الأمد؟ يعني هو فوائد الأسوة الحسنة
أن الدعوة إلى أي شيء لا تتحقق إلا بالأسوة الحسنة. هذه أعظم. فالتوجيهات إذا فرغت من مضمونها انتهت الدعوة كلياً. نعم. الفائدة العظمى أنك إذا أردت أن تحمل هذا الإنسان على تطبيق مبدئك ودعوتك وتوجيهاتك لا بد من أن يرى نموذجاً. لذلك أنا أرى أن قصة معاصرة فيها بطولة أبلغ من آلاف القصص القديمة. لماذا؟ القصة إن كان أبطالها معاصرين لك، هؤلاء عاشوا الظرف نفسه. نعم. وتحملوا الضغوط نفسها، وواجهتهم الصوارف نفسها، وواجهتهم العقبات نفسها. إذاً المشكلة أن القصة في أدق تعريفاتها حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مع البرهان عليها. فإذا انتزعت قصة من مجتمعك، إنسان أخلاقي، إنسان نزيه، إنسان عفيف، إنسان أمين، هذا الأمين في جو معين، في جو ليس من حوله مثله مثلاً، هو شاهد عليهم. لذلك جعل الله في كل مجتمع أناساً يعدون حجة على الآخرين. تجد قاضي نزيه، طبيب مخلص لا يبتز أموال الناس، حاكم عادل، محامي صادق، حاكم عادل. هؤلاء المطبقون لمبادئهم، هؤلاء حجة على من سواهم. فلذلك أكبر ثمار القدوة الحسنة أن الأهداف لا تتحقق إلا بالقدوة الحسنة. نعم. بعض الأخلاق التي مررنا عليها وسنأتي عليها بإذن الله عز وجل يقتصر تطبيقها على الأفراد، خلق فردي يتعامل به مع شخص آخر. هل الأسوة الحسنة من الممكن أن تطبقها المجتمعات بشكل جماعي كما يطبقها الأفراد بشكل فردي؟ طبعاً. نحن حينما نقيم الإنسان بأعماله، أيام يقيم الشخص بأقواله أو بشهادته، أما حينما يكون التقييم بالعمل تأخذ القدوة الموقع الأول في حياتنا. الحقيقة أن كل منصب قيادي في كل مجالات الحياة يحتاج إلى هذه الحقائق الدقيقة حول القدوة الحسنة. والحقيقة أن الناس حينما يعيشون المثل متحركة، بالمناسبة الناس لا يعنيهم المثل وهي في الكتب، الكتب ميتة، يريدون بطل أمامهم صادق أمين، الذي جعل أكبر قطر إسلامي في العالم إندونيسيا، يدخل فيها الإسلام عن طريق القدوة، عن طريق التجار. ما فتحت تلك البلاد لا بحروب ولا بسيوف، لا بسيف ولا بقهر، إنما القدوة الحسنة. لذلك ورد في بعض الأحاديث: استقيموا يستقم بكم. استقيموا يستقم بكم، يعتدل مسار الأمة. أن تكون في مكان ما، في دائرة، في مستشفى، في مدرسة، في جامعة، وأن تكون مستقيماً، وانظر كيف أنك تغدو مضرب المثل، تغدو مطمح الآمال، تغدو في مركز يتمنى من حولك أن يقلدوه. لذلك تصلح الدنيا بالقدوة ولا تصلح بالعنف. العنف لا يجدي شيئاً في هذا الموضوع. ورأينا أمثلة يعني عن بعض الدول التي حكمت بالحديد والنار، كمن نشر الشيوعية وغيرها. كيف أن هذا الكائن أو هذا النظام ظنناه في يوم من الأيام أنه مارد، فإذا به مارد لكن من ورق. ينهار لأنه لم يبنى على قناعات ولا على احترام، وإنما بني على رعب وعلى خوف. سؤالي الآن رسول الله، في نقطة دقيقة. تفضل أستاذ. نقطة دقيقة، أن الكلمة إن لم تكن صادقة تفقد قيمتها. أقول لك مع الأسف الشديد، أحياناً يكفر الناس بالكلمة، بمطلق الكلمة، مع أن الأنبياء جاءوا بالكلمة فقط، لكنهم جاءوا بالكلمة الصادقة. أما إذا رأى الناس متكلماً فصيحاً طليق البيان، فلما عاملوه
وجدوه على غير ما يقول، الكلمة سقطت. ونحتاج إلى أمد طويل كي نعيد للناس ثقتهم بالكلمة. لذلك نجد في هذه الأيام أنه ما أكثر الخطباء وما أكثر الخطبة التي تقال والمواعظ التي تتلى، ولكن ما عادت تؤثر في الناس التأثير الذي كان يؤثر قبل، لأن الكلمة كما تفضلتم فقدت قيمتها وخاصيتها. سؤالي الآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة، الله عز وجل جعل الصحابة يقتدون به بما رأوه منه، لكننا نحن معاشر من أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل من رسول الله قدوة حسنة، فهل نقل التاريخ والسيرة والسنة إلينا أمر تنطبق عليه قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظ الله لهذه السيرة لنا فيه إعجاز؟ الحقيقة أنك إذا قرأت عن رجل في التاريخ عظيم، أخلاقي، شجاع، كريم، مصلح، عالم، تتأثر. لكن كما قلت قبل قليل، إنك إن عاصرت إنساناً مثل أعلى في الأخلاق، هذا يعيش ظروفك، يعيش الضغوط، يعيش الإغراءات، يعيش الصوارف، يعيش العقبات، يعيش المعطيات. فلذلك القدوة الحسنة إن كانت معاصرة لها تأثير كبير جداً، بل إن المسلمين اليوم بحاجة إلى مسلم متحرك، لا إلى إسلام في الكتب، مسلم متحرك يمشي على قدمين، والله له تأثير يفوق حد الخيال. ألا يكتشف الناس أي مسافة بين أقوالك وأفعالك، هذه قمة في الدعوة إلى الله، وقمة في التوجيه، ودعوة إلى الآباء والأمهات والمعلمين أن يكونوا كذلك، لأن الناس يأخذون عن كبرائهم كل خير، والكبراء لهم أجران، والكبراء إذا زلت قدمهم عليهم وزران. نشكرك أستاذنا الكريم على هذه الإضاءات اللطيفة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى ونلتقي بإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.